السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة أبو إسلام معلومات مفيدة. اليوم إن شاء الله قدامنا واحد السخان كالينتادور من نوع قنية ولا فايون، النوع هذا الألماني مخصر. غادي نبداو له ونشوفو يعني غادي نفتحو مجموعين ونشوفو كيفاش كيتفتح ومنين كيبدا الخطأ إلى حتى كيسالي. إذا بقاو معنا ترجعو في الفيديو حتى الآخر، راه فيه بزاف ديال المعلومات بخصوص السخان. إذا كنت أول مرة كتشوف القناة ديالي، مرجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش نواصلو المجهود ويوصلكم كل جديد، وشكرا. رجعنا لكم متابعين الكرام. اذا غادي نفتحوا السخان ديالنا، كنزولوا المفتاح. اول حاجه كنزولوا هذا البورغي هذا اولا هذا الفيس اولا التورنيوس، كنزولوا هذا الغشاو اولا الطبه. كنقلبوا السخان ديك الساعات، ملي كنقلبوا السخان هو راه كيتحل، ما عندوش الفيسات من اللور. ندير واحد الكروشيات دنا السخانه هو. واول حاجه خاصنا نشوفوا الحجره، سنديروا الحجره دوريجين. السخان واخا ديري الحجره عاديه راه ما كيخدمش، كتخدم واحد السيمانه ولا 15 يوم كتمشي. حجره دوريجين الا كانت الحجره مزيانه كنقلبوا الخيوطه لي كابل، يكون شي كابل مقطع في شي بلاصه ولا كيعطي شي مصه، لان اي كابل فيه شي تقطيعه ضروري كيعطي المصه. كنمشيو للبلاصه هذه، كنمشيو لهاد السويتش، كندفعو بالطورنوفيس الا كان كيتحرك، راه الميمبرانه مزيانه. اذا اول حاجه كنديروها من بعد الحجره، ما كانش كيتحرك بحال هاد الحاله هادي، اذا الميمبرانه ماشي مزيانه. كنحلو هاد السويتش هذا، انتما كتشوفو كنحلو السويتش كما انه يمكن يقدر يكون تم السويتش بعض المرات مهرس. مع هاد الراس هذا كما كتشوفوا هذا الرويس هذا يقدر يكون مهرس او لا مخسر، كيقدروا نبدلوه نمشيو نجيبوا واحد جديد. ولكن المشكل عندنا هنا في الميمبرانه، غادي نحلوا الميمبرانه. كنحيدوا هذه النحاسه ديال دخل هذا الماء، كنزولوها. كنفتحوا الميمبرانه ديالنا بالساروت رقم 8، بطبيعة الحال اي واحد يقدر يقوم بهذا العمل هذا، ما عليكم الا تبعوا هذه المراحل. ها هي الميمبرانه، حيدنا الميمبرانه هي هذه الجلده، هذه الجلده بعض المرات بالضغط كتقطع وما كتبقاش تدي الدور ديالها. اذا المسائل كامله هنا كلشي بخير، مع هذه الجلده هي اللي في غادي نفحصوها. يعني انا كنت مأكد بان راه المشكل في الميمبرانه. اذا يلا نمشيو مجموعين، المشكل فين كاين هي هذا كما قلنا، نمشيو نجيبو ميمبرانه جديده. اذا مرحبا بكم في الحانوت ديالي المتواضعه، غادي نمشي نجيب الميمبرانه. اذا هي هذه الميمبرانه عندي انا كنبيعهم في الحانوت ديالي، غادي نمشيو نشوفو واش المشكل كاين في هذه. اذا رجعنا من جديد للسخان ديالنا، الميمبرانه جديده حنا جبناها غادي نركبوها. انا غير كنوريكم دابا، كيكون واحد الحفر واحد الحفره فيه واحد الرويس كيتخشى في بلاصتو، يعني كنوريكم لان هي خصنا ننزلو بهاد الطريقه هادي. كنحطو ديك الثقبه في بلاصتها، نجيبو هاد الراس الميمبرانه كنحطو، كتكون ديك النحاسه كيما كتشوفو. نحاولو نجيبو المسائل في بلاصتها، من بعد كنزيرو البورغيات كما كنا فتحناهم، زيرو مزيان، نحاولوا ما ننساوش شي واحد. من بعد ما ركبنا الميمبرانه ديالنا رجعنا نحس البلاصه، غادي نعرف بانه هو هذا المشكل فين كاين. غادي نشوفوا بعض الاخطاء الاخرى هاد لومبانات. يعني نبداو مثلا ملي كتكون مثلا الميمبرانه صوبناها، ها هو دابا كيتحرك، ملي كتلقو الما كيتحرك،
يتحرك هذا السويتش. يعني كنفحصوا الحجره، اول حاجه كنفحصوا الحجره الا خصها تكون دوريجين كما قلنا في السابق، كنعاودو نردو الحجره، كنمشيو نشوفو، كنشغلو السخان البوطون ديالو، كنمشيو نفتحو هاد الفيتشه هادي، كاين واحد جوج مسامر خارجين تما كما كتشوفو، كنضربوهم بالتورنوفيس، كتسمع التقطيق. اذا لاماس دايزا، الحجر ديالنا خدام، لاماس دايزا. غادي نمشيو نراقبو الخيوطة، كاين هاد الخيط هذا الخاص ب هذا هو اللي كيقطع ملي كطلع السخانة، هذا كنراقبو حتى هو، نقدرو الا كان فيه مشكل كنلاقيوه باش نتأكدو بان بياس المستشعر الحرارة مقطع. من بعد كتقدر تمشي هاد البواطة هادي حتى هي كيوقع فيها مشاكل. من بعد سيدي تاع الطندور، هذا الطندور هذا الغاز، هذا سميتو الطندور الغاز، راه تا هو يقدر يمشي كي واحد جوج بياسات كيطلعو ويهبطو. اذا حلقه اخرى ان شاء الله غادي نهضروا على الطندور هذا، تا هو المشاكل ديالو. اذا هادشي اللي كاين فهاد السخان هذا اليوم، غادينا الميمبرانا وطرقنا على بعض الامور الاخرى. شكرا على الانتباه ديالكم. الاشاره راه السخان هذا الفايو هذا كيعجبني انا بزاف، هذا سخان يعني من نوع من الطراز الرفيع، رغم انه ماشي كاين في المغرب.